الحمد لله على آلائه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإسلام، رب سبحانه وتعالى آيات كم إذا آيضها قرآنك وحكوية سورة الأعراف آيات ضغطاً بيس آيات كوه الرئيساء، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. آيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام لله اللي وحال لي يري ربي سبحانه وتعالى حس لبا أرم بالغو الشيغي مذنا وأمر مذنا ونهي مذوا ديد مذنا وفرد وحال فري ربي سبحانه وتعالى إنو حسو وحلو ديدو لغن نهي إنو غافل نقضو غفلة ذو محيطهي غفلة وقفك إنو اسدكتو وآخرا وحال مامو وأدونو كسو إكادو وقفك ويسسوح الحدو على ما لغو قرطي لذا هاي وحيابا كانان ويجران وحلقو علاجي ولغو بشبحيان ويجران علامات كذا وحا كم إذا قفك إنو كسل يوهس إنو كوهسدو عبادات كالرب سبحانه وتعالى وانا علامات كاللغو الشيغي منافقين تا على مضاهو دمر كلا الشيغي مت كم إذا وحالي لا يغو وحسنية أو كسالة يي سلاة دو يستاغن ولا يذكرون الله إلا قليلا رب سبحانه وتعالى إن يرم بي حسان وقت ير إن ير أي رب سبحانه وتعالى حسان منافقين تا علامات كذا مركا وحا كم إذا إن رب سبحانه وتعالى حسن عبادة ربنا سبحانه وتعالى إكو وحسدان وحا كم إذا علامات كا استصغار المحرمات قفكو إنو محرمات كا يا رايستو وحمركو السمايبة وندبو أركين هدنو وكفانو نبي عليه الصلاة والسلام وحوشاكي وحور كل أمتي معافى إلا المجاهرين أمد إذا دمان تدوى لعفنا يا كوى لجهر يا موين جهر يجيب الله لفصيري جهر يقول قفك وينو بنانك صادقته أو بريره هذا أنا وكفانه نبي وحور مجاهرة وحاكم إذا قفك إنه هبين كي حمان سمعي رب سبحانه وتعالى وأستره مركو وابريس ومرك الله صاك عي وده حاله سيدا يا سيدا سمعي ربي با سبحانه وتعالى النبي وحير قريي او استري استرادي بو اسك توريا اسغي با دركي اسك دغيو على الله اسك دغيا ربي سبحانه وتعالى استرادي وسيي يو اسك توريا قفكه مركه ذنبي مركو كدعو انو يريسنين مركه لا شيغيو قفكه مؤمنك لا تلمامينا وحال يري ذنبي كدعي مركو يعني ذنبي كدعو سيدي اسغي بور كوسو دعايسو وا ولوليا وعبسن حمام بايغا دعذوله حديث كان من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن قفك وناجا وسمي اي فرح جليسو حمام تو سمينا ان حدين جليسو او عبسدا او حمام مركا ما سو عرره او حق الرب سبحانه وتعالى او سو عرره كاسا مؤمنة اصحاب رسول الله وي كدعي جرتي مركا كدعوا ايغو اردي النبي او ايمان جيرين ايغو حتى اوك يعني عقوبة إلى ذهب لغوصة مين دونه يا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيمان جرين ماعز نبي مركو إيماضي وحور رسول الله وفاحشة يقعد عضاي طهير نبي مركو روا كجيت دور جير ماعز وكور هاي يعني إنا عقوبة لا ذهي وأدون كل يسكو عقابي لكن إيمان كي سيبا انتو كغالب نقضي يرحق الرب سبحانه وتعالى وصوع عراري إخوة الإسلام غفلة عقوبات بيلاذة وقرآن كمركة لغشي كيني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون كوا يعني الرجين إن نغى لكولا كنغى إن لكل من الرجين إن مالك يوم القيامة ورضوا بالحياة الدنيا أدويا كرة النغضي إذا معان كذا قايبو آميني واطمأنوا بها هذا نكو حصلي
كواسا لغا سي شيكاي مرك وا غافلين مركي لا يري وحا لا يري كواس ماواهم النار نار بي غليا غفله مركا سداسا عقوبه داله اسبابا كينا قيبا كميدان شيغينا علاج كذا ان شاء الله وان شيغينا يا دوديده يا بشبيحنتيده اسبابته كانت وحا اوغو هريسا حب الدنيا والركون اليها قفكو الدنيا دا انو جعلاده ايدا او كممن يحي ايدا انو يعني او كو قنعسن يحي ميلو انو دافسنين قوليه لغا هليه وحا ليل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون اسكا دافا عنان او ها اسكا راحيستان ويلههم الامل هذي ديلدان اها مشغوليسو او ايدا يعني هذي ديلدا حدهريستان مردن بي غدالكو اوغان دونان ادونك وحل جوغبا وا لغا تغي اخرى لو سودا ادونيا اخرنا اخرى بدن ادونك ماك قفكا قلبي يسينو كخيرين قلبي يسو اخرى و كخيناادو ادونك ان يربا لا جوغيا نبينا عليه الصلاه والسلام هو شيغي ابن ادم كو غبوبا هو ييله لبا رين لكن كما غبوبو خولها جعيل كودا يا عمرك يا دادا ان لو زياد يا جعيل كودا لبدا منا كما غبوبو مركو سي ويناادبا لخدن جيركي يا لخ جعلدا وا اسلا سوقدان للي هلكاس وي وا كو سي ممانانيا قفكه مركا وها لا ربا اخر انو حسوستو او يس حكمهيو وها كميدا وحيابها كينا مصاحبه اهل الغفله الا لصاحيبو ددك اهل الغفله يا ددك جلساء السوء ددك فدغه خن ee fadhiyada xumaanta ka qayb gala ee waxaanu soo abaabula dadka inaad la saaxiibto markii laga sheekeynay aayada waxa la yiri wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila qofku maalinkaas wuxuu shalayn oo qoomamayn hebel maxan saaxiib oo la noqon waay taas ya wuxuu noqonaya wuxuu qoomamayo hebel muxuu la saaxiibay قفك هذا الحن هذا الله صاحبتنا نبي قال شيء عليه الصلاة والسلام حيري قفك وحك سجنانا يا دين تساحبك دين تقفك صاحبك أو كل سجن يهي تاسو كل سجنان قفك مركا إنه صاحبك هجاجيو أو صاحب في عن الله صاحبه هذول لكن صاحب حن الله صاحبه غفلة داس قاضيس نبي قال عليه الصلاة والسلام مركي لله لي وحليري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه نبي محمد كون ربي سبحانه وتعالى عبد يقول جوغا إن لها غوية إن لافن أيها يعني وذا سعد ولا جوغ كوا كو صبير ولا جوغ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ها طيع كوا قلبي غوض ربي سبحانه وتعالى وحري او قلبي غودبا و خيرن يحي كو ها طيعي واتبع هواه او هودي سراعي فكركي ساون كو سوده ايدا وخي كا ليس با ليرهدا قليه رير قريش يا وقتي النبي عليه الصلاه والسلام و خي دي جيرين وقتي غار انغا نسي او وقتي ددكن كلا اد قابل ايسو حنا قابل لا وقتي خاص نسي نبي امرك عليه الصلاه والسلام ايدا لا حدلي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا قفك ذكرك ربي سبحانه وتعالى لغا خري اي لغا دبولاي ميدكا هاطيعين ربي سبحانه وتعالى غفلده مركو كهدليي وحا لوغو تلماماي ايدا لفتيدا هو ان لراع ان اي تاهي مركا لغا هدليي ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قفك يعني الراعي ربي سبحانه وتعالى wuxuu soo dajiyay waxaan ahayn ya kallu mid badan qofkaas qof kallu mitaan badan ma jiraan waa dhunsan yahay meel xun buu socdaa meel xun buu socdaa waxa kamida asbaabta ghaflada iyada lafteeda aan sheegayno itibaacul hawaaga afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaa wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa ربي سبحانه وتعالى وحل يري قليهاس هودوداي راعيان هودودان بي راعيان وحي نفتودا كهلان وحاساي راعان
وحسين الرب سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة لا يسلتي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قفكي قوقة ووضد الرب سبحانه وتعالى كل إحدى جحيم سوغي سقف كاسي نار جحيم الله دهو قليا. إخوة الإسلام وحاكم إذا أسباب تغفل ذا كثرة المعاصي والذنوب قفك معصدي سوئنا إبادان تهي رب سبحانه وتعالى عاصيتاك وعاصينا يا إبادان تهي. آيات كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نبي عليه الصلاة والسلام أركو فسره حديثك صحيحة وحيري قفك مؤمن كأمركو الدنبابه قلبي يسا وحانقونا يسا برمذو نكتة سوداء هدو قفك رب سبحانه وتعالى أصوى النقضه أو توبتك يا نمحا دعي رب سبحانه وتعالى وكتر تري هدي لكن ذنبك ذنبك لو كسي دره مذو قيبا كسي در سمي. فإن زاد زادت هدو ذنبك كسي درنا نكتدي مذو بيدا كسي در سميس. مركز النبي وحور تفسير كآيات معناه ذويان كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قلبي غوذي وامرني أو مرد با فولي وحي كسبنا يندر تدبون أو فولي ذنبي أي قليين يو قلبي غوذي لما ذو بادي. إخوة الإسلام غفلة وحيبا لقو علاجيه وحاو قوه الرئي الدعاء والتضرع إلى الله قفك ربي سبحانه وتعالى إنو بريه إساقنا وو تضرعه حقي سنو النقضه. نبي عليه الصلاة والسلام وحيابو إلهي كما كان قال جري وحا كم إذا غفل ذا كم إذا حديثك صحيحة لحد شيء النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وكما كان قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والغسوة والغفلة والهرم والجب. إن تاب الرب سبحانه وتعالى إلهي وكما كان قال غفل ذا مركع كشيكين أن النبي عليه الصلاة والسلام ربي بوكما قنقلي قفك إنه غافل هذا غافل قفك هذا هذا وحيكو قاضي إنه وددي ربي سبحانه وتعالى كالليحظه. علاجك وحال بقى الإكثار من ذكر الموت قفك إنه بضيه حصوص تجيري ذا يا إلا الإيمان أيه. النبي عليه الصلاة والسلام وحكسه إنه يري أكثر ذكر هذه من اللذات وحد بديسان حسوستا متك معانك جوية يقفك أدونك لافينا يا إلا والله دمنا يا ودو جدا هذا درك توقفك صاحبك أودنتي كي كا وينا أودنتي كي كا يرا أودنتي أدونا أدونك جوجي ميسي حسوسا مرك جيري ذا ربي سبحانه وتعالى يا ربي قاينو كوافسن استجنا أظهر تغيسو وحيابها وحي كم تهاي قفك الدواء النقانية إيه غفلة وكجب حي. نبينا عليه الصلاة والسلام مركو كهل حتى قبورته ولها باقضة وحور آخر إذن حسوس قبرك مركة صواب باقته قف أذيك وكلا ودونك جوغة ونولا يعنولك هوسي سلا قليي انت اللي اسكو قنعي إلا آسو يا عرادة لغو هوس مري أذيكنا مركة عرادة لغو هوس مرين تا مركة نذا حسوسناتو باقشدي سنة آخريكو حسوسين باليري إلا ذا مركة لشيغي. وحكم إذا وحيابها لقوع علاجي وغفل ذا ذكر الله تعالى وقراءة القرآن ربي سبحانه وتعالى حسكيسة نك النبي عليه الصلاة والسلام وإما ذي وحوي الرسول كلاها يو إن شرايع الإسلام قد كثرت علي شرايع ذي الإسلام كويقوب بضطي ومركان ميل في ريابة تم بأجر بضن بانسدها كل بطبان فيرين تم بأجر بضن بانسده وحوري شيء إيشيك أتشبث به أن قبصده أن كدغو مركز النبي وحوري لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عرب كاغو يوسن كزول إنو هذا متكقيا ذكر ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي سبحانه وتعالى عرب كاغو هكقيا هذا إساقا كور هاي كدغنو ودردارك النبي عليه الصلاة والسلام وننكاسي ننكاس أيوسي قرآن كأقرين تيسه يا ذكر الرب سبحانه وتعالى وحيابها غفل ذا لقى جبح يكمل ذيهن غفل ذا وحيابها لقى جبحه أي يكمل ذيهن والنبي قد دردانا كصحابي جواسي نصوص كلنا واتو سيسي قرآن كنا مرك لقاها لي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم استجى قرآن كم حوي ذين هنون
مدة توسنانتا بدن مدة توسنانتا بدن أي قرآن كودين هنونين أيها وإذين هجامين أيها وقدم بين وحيبا لغو علاجية غفلة وقصر الأمل هذه ديلة قفك إنو قابيو وحسابة أدونك إردير وعد نولان دونتا انتا سوسنات جوغي دونتا وحاسد قبصان دونتا حول حاسد طبعان دونتا أدونك إنو وحقا ممنان تبادن إنو صو قابيو صحابي عبد الله بن عمر وحول نبي عليه الصلاة والسلام مركو إيدر دار ميي قربكو إيقبطي مركز وحول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري سبيل أدونك إنت جوكتا وحالا هاتا قف غريبة أما سيدي قف ودك قوينا يوكالي وقت يربا ودادا لغو قويا ودنك كلالا تغا سيدا سو كلا هاو مدادا يربا جوكتا أدونك هاي سلغن ويا معنى هذا إنتاس عبد الله بن عمر وحوليه جري هادو واغو كوبريو هاي سليه انقلب باد قاري هاداد قلب قار لنا بالريب واغو كوبري هاي سليه هاي سليه قف قيري سوغا يسو ونوغي وقت ودمانا يا آيات هاي أفري لما تنكا ساعد أحلى ضوء مات دمان أما نقل يهراد قل نهراد دمان أما قل ندنب آيات دمان إيسا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والباقين منهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر